الخطاب المسجدي والتحديات الراهنة ودوره التاريخي في رص الصفوف ووحدة الأمة ومحاربة الفتن والتشرذم والآفات الاجتماعية هو ما تعكف عليه عديد الشخصيات الفاعلة في ملتقى بالمناسبة تحتضنه كلية العلوم الإسلامية في جامعة الشهيد حما الأخضر بالوادي. في الحقيقة مثل هذه الملتقيات لها دور مهم جدا في ترسيخ قيم مجتمع. هذه المجتمعات التي تربت وترعرعت على يد أئمة أو المساجد الذين كان لهم دور كبير، وبذلك فدوره عظيم وأداؤه يجب أن يكون في المستوى ومتواكبا مع تطور الزمان. نحن نحضر هذه الملتقيات لكي تكون لنا الخبرة حتى تساهم في ترابط وانسجام المجتمع. الخطاب المسجدي يتعاون مع مختلف الخطابات الموجودة في المجتمع، وقد يكون هو الأكثر تأثيرا إذا أحسن توظيفه. هذا الخطاب الذي أفرزته العولمة كرس لدى أذهان الكثيرين استهانة كبيرة جدا بالخطاب الذي يدعو إلى المثل، الخطاب الذي يدعو إلى القيم، الخطاب الذي يدعو إلى الرحمة. ولهذا فإن رسالة الأئمة ورسالة الخطباء ورسالة أهل الدعوة هو الخطاب المسجدي الذي هو إصلاح المجتمع. دور المسجد والإمام في انسجام الأسرة والمجتمع عن طريق الخطاب المسجدي يراه المختصون دورا منوطا بالكل ومن مسؤولية الجميع.